أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب المهندس محمد السيسي البعينين بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي تبذلها وزارة الخارجية للإرتقاء بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دول العالم والمنطقة في إطار معتدل يحترم المبادئ الدولية سعيا لرفع مستوى التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إلى آفاق أرحب موضحا أن البحرين ما زالت تقدم حسن النية ملتزمة ببنود اتفاقية العلا باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر إلى أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بعد جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بوزير الخارجية سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وبحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبد الله بن فيصل الدوسري ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة. وأشار السيسي إلى أن اللقاء المتميز الذي جمع لجنة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية جاء لمناقشة أبرز القضايا الإقليمية والعالمية حيث أكد الوزير عدم التزام الجانب القطري وفي مقدمتها إصلاح الأضرار للبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي وصولا للتكامل الخليجي المنشود واضاف السيسي ان اللقاء عكس ابهى صور التعاون بين السلطات من خلال مناقشه العديد من الموضوعات المهمه بهدف تعزيز دور السلطه التشريعيه في تطوير مسيره التنميه الشامله في مملكه البحرين والمشاركه الفاعله في مناقشه ابرز القضايا الاقليميه والعالميه